عم فكر مثلكم، قريتوا العنوان، فتوا على الفيديو وعم بتقولوا بدنا نشوف شو مصور بكفرشيما. هي منا ضايعة ومنا بالجبل، ويمكن سياحة ما في قد ما بتفكروا، وإذا سمعين فيها بتقولوا إف هيدا الضايعة لحد المطار، شو معقول يكون صور بكفرشيما؟ فينا قلكن أكتر من 15 وقفة، أكتر من 10 ساعات تصوير، علم، فن، أفكار، ناس عظيمة، مناظر حلوة، بيوت قديمة. مشوار كفرشيما لازم ينحضر حتى لو طويل. بآخره رح تخلصوا الفيديو وتقولوا شو تعلمنا اشي حلو. مشوار كفرشيما ببلش هلأ. أنا بقول ربما الماء في كفرشيما كان سببا في تفجير العبقرية في نفوس أبنائها. أنا بقول هيك. بونجور، اهلا وسهلا فيك توني، اهلا وسهلا فيك بكفرشيما. اليوم صراحه نهارنا رح يكون كتير طويل. انا نعيم من كفرشيما، ورح نجرب ناخدك على اغلبيه المحلات الموجوده بكفرشيما ونرحب فيك. نحن تقريبا كفرشيما كوميونيتي اللي هي عم تشتغل على هالارض، هي تقريبا مثل جمعيه صغيره تالفت بفكره من كريستيان يلي هي احدى اعضاء البلديه. نقدر نساعد هالمؤسسات الصغيره ونساعد هالناس ونضوي على ناس موجوده بكفرشيما. هاي، معكم جاني. نحن بجريسز بيكري صرنا 6 سنين هون فاتحين، ونحن فرن وسناك، واليوم رح تذوقوا كعك ومناقيش عنا. كفرشيما فيها تقريبا مدارس كتير، ويعني تقريبا اكثر من 6 مدارس. احنا هون عم نتمشى بالمدرسه الانطونيه لرهبات الانطونيات، تقريبا بتحوي حوالي 1000 تلميذ. يعني هي من اشهر المدارس الموجوده هون. هلا نحن بمدرسة راهبات الشويريات، تقريبا عم نطل على أغلبية كفرشيما، مش كلها تقريبا. هون بتشوف من تحت، إذا بتشوف كاميونات الجيش، هي سكني للجيش كلها سوا. في عدة كنايس بكفرشيما. هون مبين كنيسة مارلياس، وفي كنيسة الوردية هوني، والدير يلي هو كتير مهم يلي هو دير مار أنطونيوس الأرقفي، رح نزوره اليوم بطريقنا. فيها عدة أحياء كفرشيما. من الأحياء الموجودة فيهن هذا بسموه حي البلوع يلي فيه كنيسة مارلياس، حي حارة الدير، وتقريبا مبين حي حارة العين. هونيك في مدرسة لسي إمانيوال تقريبا، وفي عدة أحياء بس بتبين لميلة تانية من التلي تقريبا. نحن هون عم نمشي بشارع كفرشيما القديم،
يلي هو أقدم شارع بكفرشيما يلي هو كان السوق، وفي كتير بنايات قديمة وهي واحدة منهم. أول شيء أهلا فيك بكفرشيما، ضيعت الكرم وضيعت الأحبة وضيعت العباقرة والفنانين والأدباء. من زمان كانوا الرهبان اللي ما كانش فيه لا سيارات ولا شيء كانوا يجوا مشي، كانوا يجي يشربوا من العين ويقعدوا هون قبل ما يطلعوا على الدير، وكانوا يودوا ماي من هون على الدير لفوق. الكنيسة بكفرشيما من أقدم الكنائس، بيقول عنها مطران بيروت السابق سيادة المطران بولس مطر أقدم وأجمل كنائس بيروت، لأنه عمرها بحوالي 400 سنة وشوي. سامع بالسوس والنقطة؟ هذا سوس والنقطة، ما في ولا شيء بهدي إلا فوق وتحت، وخشبه من أيام وقت اللي عمروا نكف مثل الدف قد ما إله من العمر. على فكرة إنه المطربة ماجدة الرومي وهي بنت كفرشيما وعندها مدفن لبيا وأمها وأهلها مصرة تأخذ هذا المدفن وتقعد بالكنيسة القديمة حد الحضرة، لأنه بتحس بالرواء والسكينة والسماء قريبة هون. وين ما وجدنا بتطلبني فيها بتقلي جيب لي إذن من المطران أخذ هذا القبر. برمت على جراز بتكفي، مثل ما شايفين هون خشب قديم بعده مثل ما هو، 1960 ترمم وتزبط، دقته كتير مميزة، رنته كتير مميزة، معمول ببيت شباب، شغل سليمان نفع وأولاده جميل وسليمان، يوسف سليمان نفع وأولاده جميل وسليمان في بيت شباب 1960. Very nice. كفرشيما تعرف بالأدب والفن والرياضة. أدب بتاخد من ياسفية وشميل وتقلى وهول الشعار والياس فرحات، كلهم ولاد كفرشيما. ولاد كفرشيما المرحوم فيلمون وهبي، حليم الرومي، ماجد الرومي، عصام رجي، ملحم بركات وغيرهم. في بالانتشار عماد صياح وري صياح، واحد بكندا وواحد ببيينا. معروف عنا بيبون والفولي والباسكت ونادي الأدب والرياضة معروفة. إذا لاحظت البناء المهدن تحت بلا سطح بلا أرميد، هو كان نادي الأدب، وبيروا إنه بشارة الخوري حطوا له رملوا سجاد من الطريق تحت لفوق، طلع مشي ودشن
النادي القديم يلي هي نادي الأدب والرياضة. نحن أنتوني بالباركور دي سافور، نحن فيرم إدوكاتيف بالأساس وأكيد منزرع كل شيء بيطلع عنا على الساحل من شجر، ليمون، زيتون، عناب، هلأ بتتفرج عليهم في كل شيء تقريباً. الحمام عندك، الأرانب، الحمام، البط، عندك الوز، عندك الحبش، وعندك الدجاج كمان أكيد. البرودكسيون تبع الألويفيرا، تعرف انت الالويفيرا لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وانا لا شانس بلبنان انه في حدا عم بيصنعهم، عم بيعمل منه برودوي كوزمتيك، عم بيعمل منه شامبوان، صابون اتسترا. دونك نحن عم نزرع بكميه كمان. حلوين كثير، لونهم كثير حلو، شكلهم كثير حلو. هلا اول قطفه، الزهور موجودين، بلشوا يطلعوا شوي كله على الطبيعه. يلي بيلفت النظر عم نحكي عن الطبيعة بالمدينة، انه بالاخر نحن بضيعة، ايه بس نحن بالمدينة، المطار مبين هون. فتخيلوا انه في واحد يقدر يعمل هالشيء الكتير حلو، 7000 متر ضيعة بالمدينة. فريش مع القرش الغشير، شفتوا قديش فيها مي من جوا؟ رائعة. بما انه شفت انت تحت كل شيء، نحن المونه بنعملها من كل شيء نحن بننتجه، يعني مش بنجيب شيء من برا لنعمل مونه. يعني المزهر اذا بتعرف بينعمل من زهره البوسفير، شفت شجر البوسفير تحت، شراب التوت، البوسفير، الشراب البوسفير كمان من البوسفير، عندنا الاكل الجبل المقطر، الموارد، القصعين، دبس الرمان كمان على قد الرمان اللي عندنا، الرمان الحامض اللي عندنا يا تحت، خل التفاح، الزهورات شو في عنا، كلها اعشاب من عنا، مربيات، سفرجل، توت، فرامبواز، تفاح حسب المواسم، عنا اكيد القرمة، عنا بعد شوي هلا رح نشوف الاجبان والقلبان فوق، واكيد الزعتر، دبس الخروب كمان اذا شفت الخروبة هون. بلش القصة بهيدا، بهالرأس البندورة يلي بنفتخر فيه. اساسا كي ببلش ريحته، لونه، وهلا طعم طبعت شوي، في اروع من هيك، شويه بندوره، شويه جبنه، بيرفكت ماتش. طلع شو رح نعمل، كل هول بنعمله هون وهيك. واو، شغل نظيف، شغل كتير نظيف. أنا رح كفي هيك، كيف تفرط؟ لا شغل سوبر نظيف، بلا خبزة بلا شيء. هيك بيأكلوا على الأصول، جبنتهم رائعة عن جد.
بو سكوت توجور ايه سكوت سالير اهلا وسهلا بالرحايل عكفرشيما مي الميل بلا بصل بلا توم شلا هلمنا بالزوم بصلا في فيكم كشفنا بحييكم اهلا وسهلا فيكم الاخ تيودور رهبنه شويريه ونحن موجودين اليوم بدير من اديار الرهبنه دير مر انطونيوس الارقفي كفرشيما دير له تاريخ عريق من قبل سياسات لبنان واحداث لبنان عم نحكي 1700 تاسيس الدير 1763 لل 1769 لاكتمل بناء الدير وبناء هالكنيسة. ابتدأت الرهبنة بالخنشارة مع مرور الزمن وكثرة الرهبان وتواجد الرهبان وصار في شيوخ بقلب هالدير وبس نحكي خنشارة ومنطقة شوير منطقة سقعة وجبل بقى اختاروا انه ينقوا منطقة على الساحل لحتى يبنوا فيها مركز لل كهنة الشيوخ والكبار بالعمر لحتني قضوا إخرتهم فيها يا كوكب البرية احفظ بيعة قامت لرهبنة وأنت لها أب فكتبت بالتاريخ حين بنائها في الشرق لاح اليوم هذا الكوكب نصف اليازجي يلي كاتب هذا الشعر هيدي قوطه لكوانية موجودة عند أوضة هون كان نيم بينام نصف اليازجي ويتعلم بطريركية وكان يجي ينام بالدار ويعلم هذا يعني نحن نحذف حين بالتاريخ منشيل كلمة التاريخ كل شطر بده يكون على الحروف الأبجدية بده يكون في تاريخ كلمة تاريخ بتزيحها وبتجمع ما بعدها بالأحرف مثلا بيطلع يا سنة معمرين المكان إذا ضاعت هالحرف ضاع التاريخ بتقرأ الشعر وبتعرف أي سنة انوجد عن الزيتون يلي هو صحراء الشويفات كان في بكفرشيما سبع معاصر وتسع مصابين وبالشويفات كان في 12 معصرة تقريبا واثنين مصابين هذا المؤتمر عملناه نحن عن صحراء الشويفات يلي فيها صحراء الشويفات 775 ألف شجرة زيتون قال لي واحد انه من هون للشمال كان في 400 ألف قلت له لا 4 ملايين قلت له لا في 400 ألف من هون لهونيك بس اكثر شيء كانت صحراء الشويفات 775 ألف هؤلاء لو بقيوا لو حفظنا كنا نتطلع من هون من دار الأرقف نتطلع على الأفق نلاقي الأفق زيتون يعني نحن بنشوف البحر الأفق كنا نشوفه حجار زيتون قلنا نحن ليتنا نشد بخيوط الشمس كي لا تغيب كي ننسج من أشعاتها طلحة لعروسة الشعر اللي هذا نحن بدناش هذا شد ولكن لأن لكل شروق غروب غابت الشمس واخذت كل هالاشجار هولي يلي محيطون وقفتنا المصابين وقفتنا المعاصر لو بعد هالاثنين كانت كل اهالي كفرشيما عمل بيشتغلوا متوفره لهم فرص العمل لانه اكبر تجاره اليوم هي كانت هي صناعه الزيت وكل اهالي كفرشيما كانوا مشهورين كفرشيما تشتهر بالزيتون والصابون كفرشيما مشتهر بالزيتون والصابون بالجغرافيا كانوا يكتبوا هيك بس لما تزعلي على حاضرك والمستقبل لأنه لم يزل يولد فيك رجال يفخر التاريخ على تسجيل أسمائهم على صفحاته بحروفه من ذهب كل يوم بتدق على باب بكفرشيما بتلاقي فيه أديب بتلاقي فيه أديبة بتلاقي فيه شاعر بكفرشيما كل بيت مش إنه حيالله كل بيت فيه كل بيت يعني اشتهرت يعني شو أنا نحكي يعني نصيف اليازجي إبراهيم اليازجي وردي شميل تقلة ليس فرحات إداش بدي عد لك بستحي بقى لأنه بدي عد لك فوق الألف فيه مشاهيرنا مثلا عندنا ماجد الرومي حليم فيلمون وهبي حليم الرومي عصام الرجي ماري سليمان يعني أكبر مطربين عندنا هون بكفرشيما يعني
صراحة أكبر ما فيش فيش في أقوى منه ما في أقوى منه هاي كفرشيما وشو ما بدك فيها شو ما بدك فيها كفرشيما شو ما بدك فيها هاي أنتوني كيفك نحنا بكفرشيما بمزرعة اللي زبطها وهندسة وعمر فيها بيت صغير الموسيقار ملحم بركات حاب خبركم انه هذا المطرح هو كان يرتاح فيه ملحم بركات بعد حفلاته وروحاته ومجيته كان يحب يقعد هون مع اصحابه كان بس بده يعمل لحن يروق راسه ويجي يقعد بمطرح في كتير خضار في كتير رواق في مناظر حلوة بيروت قدامنا المطار قدامنا وفي شغلة عن ملحم للي ما بيعرفه كان يحب الارض كتير وما يصير له يشتري شقفة ارض ما كان يهمه يجمع مصاري كان يهمه أرض لبنان مثل ما كان يهمه لبنان وبالأخص كان يهمه أرض كفرشيما اللي نحن هلأ على قمة من قممها بدي خبركم إنه أبو مجد فل بس بعده باقي فينا ورح سمعكم قصيدة انقالت يوم دفنه وانقالت بالأربعين وانقالت بدار الأوبرا بسوريا بأكبر تكريم لإله بدولة بتحبه كتير وتكرم بكل الدول بالأردن بسوريا بمصر إلا بلبنان فرح قلكم القصيدة اللي قلتها من القلب بلحظة اللي عرفت إنه ترك هالدنيا بقول له دق الجرس لما سكت قلبك شوف السماء قديش بتحبك يا أبو مجد مسح دموع الناس صوتك خمر ينزف بقلب الكاس صار الوقت تا يسمعك ربك بلش القداس شو توقف الكلمة على بابك تا تعزمها وتصير غنية كل الدنيا هي تنسم موسيقى درفة كتابك فسخ جبل لبنان عغيابك كل ما الصبح صوبك كرج كرجي تا على الشمس درجي وتنقح عريوة الضو عتيابك حاسس مثل قلبك وقع مني قصم عكتفي هيك طمني بإيد الصدى صوتك مدى مشدود جن البحر تا يسمع الرني غني بعد في ناس بالجني شو المقبرة يمكن بطن شيعود وجسمك وتر ممدود حتى بعد ما يموت بيغني نحن شركة إكسترا فور صرنا أكثر من 35 سنة بالسوق منصنع كل شيء بيكري إكويبمنت من المحلات البيتزا والمنقيش الصغار للفولي أوتوميتد لاينز اللي بيعملوا الخبز عندنا زبونات الحمد لله بكل العالم أكثر من 2500 زبون مركبين بأكثر من 80 دولة بالعالم إذا حدا بده يفتح فرن منقيش بيبلش أكيد بده عدة ومعدات من عنا بيبلش بالعجينة كرمال نعجن أكيد العجين ننتقل على رقائقات العجين في عنا تو تايبس التايب اللي بينحط على طاولة تيبل توب وفي عنا التايب اللي هو ستاندرد اللي هو بيجي قدامه شاشة طويلة حسب السايز أو حسب المحل السبيس اللي عنده إياها الزبون بالمحل أفران البيوت البيتزا على الغاز وعلى الحطب نعمله بألوان مختلفة بيستعمل بالبيت بيستعمل بقلب جنينة بيستعمل على تراسات فيه 3 برنرز حرقين بقلب البيكنج تشامبر حرق من تحت للأرض لحتى يحمل الأرض فيها نستعمله مثل ما قلنا على الغاز والحطب وفيه تري بقلبه كرمال تولع الحطب بقلبه وإذا كرمال التنظيف لحتى كل الرماد ينزل بقلب تري نحن وصلنا هلأ عمنطقة اسمها البلوع هي كفرشيما مشهورة بالناس اللي بتعمل عرق كمان مش بس زيتون وزيت نحن عنا كاركة ورتينا عن بياتنا وأجدادنا وبعدنا متابعين فيها نحن ولح خليك تفضل عليها تفرجيك كيف بتشتغل كيف بتقطر وأهلا وسهلا فيك أنتوني أنت بالغنى عن التعريف وبكفي انه لبنان بهالحل مرقين عليها انت بتزرع البسمه
لكل هالشعب اللبناني، ولو ما منك مش فاتي هالضحكة على البيوت. هي بركة مليانة مي بفوت أسطر فيها من هون، ببرد العرق، العرق يا اخوان عم ينزل هون، بتحط ايدك هون بتكون مسقعه، سقف جيتنا انت بايام صيفيه ماشي الحال، عرقتنا من اطيب عرقات بالمنطقه مع احترامي للناس، هلا رح تذوقون، تفضل معي لانه رح نكسر هلا نحن العرق وتكون انت عم تشوف وتكون شاهد انت على هالشغله. يعني مشوار ما بيحلى وقعده ما بتحلى الا بشغلتك. حبيب القلب. المنقوش على بكره الصبح. شفتك وقعده الشباب مع كت عرق. البندوريه والتبولة، صحن الحمص، وجمعة الأحبة والضحك الحلو. هوايات اليوم بياخدوا رعد، مع أنه شوي كنا نقول إحنا بالمدينة كأني قديم بالجبل على 1200 متر. هيدي أطيب سلطة بالعالم. هيك تبولة، عنا التبولة كمان مشهورين فيها. كيسك طيبة طيبة، بكفي انك انت قلت منها. تشيرز مع السويتنس تبع العرق وبندوره غير شكل رائع. بدك تدوق الحمص مش معقوله. في ورد بيطلب مي، ورد بيبسكوب، زيت شوي شوي عصك بيموت. ما في ورد بيطلب مي، ورد بيبسكوب، اذا مسقيت فيك، بس هيدي مش محسوبة لأنه بده يكون في خروف معلق على الخيمة والقصبة وهيك، وسقب بالصيفية نحنا لما يدق المزراب نحنا بنبلش نشيل عرق. أهلا وسهلا فيك وناطرك بالنطرة لو شو ما كان ما حقبل غير. وهذا رقم تليفوني 03-98-3566 اللي بيحب يتواصل معنا تيشرب هذا العرق الطيب وما بيندم. اهلا وسهلا فيكم بنادي الادب والرياضه بكفرشيما، هالنادي العريق يلي بيعود تاسيسه وتاريخه 75 سنه، يعني هي سنه اليوبيل الماسي. هالنادي تاسس بعهد الاستقلال بدايه الاربعينات، وكان يجمع على مسرحه بادارته نخبه كبيره من كبار البلد، وفعلا يعني كان مسرح او مكان انشاء ونشأة كتار من الكبار الفنانين والرياضيين والعظماء بهذا البلد. ما رح فوت بتسميتهم لأنه أسماء كتير كبيرة، واللي عم يسمعني بيعرف مين هن. ففعلاً هو النادي مرحلة كبيرة من تاريخه، قطعت بعز بكفرشيما إلى سنوات الحرب العجاف يلي تنذكر ما تنعاد، ومن بعدها طبعاً كان هالنادي تدمر شبه كلي بأزايف الحرب وبسنوات الحرب، إلى أنه الرهبنة الباسلية الشويرية رجعت منحت قطعة أرض لإعادة بنائه وتجهيزه، ومنشأته كلها وضعت بتصرف أهل البلدة والضيعة المجاورة، وطبعاً رياضية بشكله نخب من الألعاب الرياضية، إن كان فوليبول ولا باسكتبول ولا بيمبون ولا تايكواندو ولا كرة قدم، وألعاب كثيرة. وبيجمع النادي اليوم ما يزيد عن 600 منتسب بين رياضي وإداري. فعلا يعني هالنادي هذا بنعتز فيه، وكفرشيما بتشوف حالها فيه.
وأنا عندي كركة بقطر زهر وورد وعطر وقصعين وزعتر ونعنع، نعنع بري. هلأ ما في موسم، أنت بتعرف. هلأ هيدي الكركة، هي كركة نحاس. بالحقيقة أنا ما بشتغل كتير بالكركة إلا لما نزوج جورج بيكع أو بيكون مشهور. هيدي الكركة منحط فيها الورد، أول شي الزهر، تاني شي ورد، يعني مواسم. هو الزهر منحط غمرة مي. أنتوني بدي خبرك شي، في ناس بتقطر الورد تحط له سكر تعمل قطر، تحط الورد وتحط له تلوينة. هلا هي تلوينة للأكل، بس نحنا ما منحبها لأنه فيها ماتياج شيميك، يعني اللون لازم يكون أحمر فنحنا ما منستعمله، وللعطر أخضر فما منحبه. نقدر نميز من الريحة ومن الطعمة. تفضل. بتشوفوها هيك بتفكروها مية على الحل، بس أول ما تقربوا منخار عليها مش معقول، ريحتها كتير قوية، بتطلع هيك بتعبي المنخار، مظبوط تعبي الراس. كتير خفيفة، سكراتها كتير خفيف على قد مثل ما لازم، يعني واحد بيعتقد في يشرب من هيدك مي كل النهار على القليلة، هيك أروماتيك فريش نايس. كان هلا عم اسأل، بيع ما بتبيع أبدا، بس فيكم تجوا تستأجروا الكركي مظبوط؟ صحيح. حتى مباراة الضيعة أو بس ضيعة؟ لا لا، يلي بحب. يلا رقم التليفون. رقم تليفون 760-116-889. هذا القطعين حط منه كمية صغيرة، منلزقه بشرطة طعم من هون عشان يضغط، نعبي مي ومنولع. طحت منه كفرشيما بالكيدز فيليج، هيدا مشروع بلشناه بال 2016، بلشنا ملعب الفوتبول لأولاد الضيعة، لأنه بتعرف كفرشيما مشهورة بالسبور وبالفوتبول. انفاك عنا بنستقبل أولاد من 4 سنين ل 17، بنعلمهم الأكاديمية، أتلتيكو هي الأكاديمية عنا بالملعب. والكيدز فيليج طلعت فكرة من بعد ما كبرت العائلة تبعنا، صار عندي 4 أولاد، فقررنا نعمل بلاي جراوند لأولاد الضيعة، وأكيد بيجوا من برات كفرشيما، فبلشنا نكبر شوي شوي، نعمل مينلي بيرثدايز بهالاريا المهضومه، وبنعمل اكيد عندنا كافيتيريا وعندنا ديجو غونفلابل سوينجز سلايدز. هيدا ميلون، يعني ما بعرف شو كيف بيسموه، بس انه نحن بنعرفه ميلون من زمان، كل اهل كفرشيما بتشتغل الميلون. هيدا شريط لوحده، وهو ختان يعني مكبيت. نحنا منحط هيدا الشريط على رسمة بتكون مرسومة، منشتغله منقطبه، منرجع منصير نعبي هولي، نعبي قطب. أنا بلشت كنت صغير، يعني عمري 14 سنة، الماما أكيد لأنه كلهم كانوا يشتغلوا، وتيتا كمان ستي علمتني الكروشيه، وهيك وصرنا نشتغل. اول شيء كانت تسلية، بعدين صارت شغل. في موجود وفي توصاية، رقمي 03-942-5-98 عفيفة القارح. بونجور، اسمي اليونور ابو مراد نصار، انا دياتيتيسيان، بشتغل كمان بالمجال الصحي، بحب كتير الطبخ، فمن هون اجت فكرة الكريب، بحب الحلو أكتر من المالح، فأجت فكرة عملين لي كريب. بدنا نعمل شيء سبيسيال، قررت أعمل سوشي كريب، مش بس سوشي كريب، قصص تانية كمان هتكون سبيسياليزي. ففتحت بيج أونلاين اسمها لفوليدة كريب، بلشت أول شيء بالسوشي كريب. جاية وهتلين هم تكون الكريب بتعلق وما بتعلق، خفيفة 2 layers بس، كتير طرية، very fresh،
بتكون. هلا شرحت لي عن هي قبل شوي بس ما حددت اذا لشخص واحد او لاكثر. في اختراع كتير كتير معروف انتشر من نيويورك للعالم اسمه ميل كريب، والفكره تبعه كانت انه يكون في جاتو معمول من كتير كريب، لايرز اوف كريب وحده فوق الثانيه شكلها مثل الميل فاي. تخيلوا اذا وحده بتشط الرايل عليها كيف لو كانوا اكثر، وبعتقد هون في اكثر من 12. هيك تنقص وندوق. فيري جود جوب. قال ما بيعملوا دليفري، كيف نعمل جاتو كريب هايكلير؟ هيدا ما بعتقد بيستاهل انه حتى ينقص. رائع رائع. طيب اذا اخذت هيدا بهالجيبه وهي بهالجيبه وهي بايدي وهي بهيدي وبهرب قبل ما يرجعوا ومنفل يلا. وهيدا نهارنا اليوم خلص. كفرشيما بعد فيها اشياء كثير. اهلا وسهلا فيك انطوني، ساعة لما بتجي يعني هيدا تقريبا بيتك الثاني صار. عنا اشياء كثير بعد لنفرجيها، وان شاء الله منلاقيك بحلقة ثانية. اهلا وسهلا فيك. رجعت عاد زيت القعدة تفكر زيت الشيء. معقول كفرشيما يلي ما فكرت فيها ولا مرة، ما فكرت اعمل فيها حلقة ولا مرة، ولا مرة فكرت بال 2200 ضيعة اللي بدو ابرم بلبنان يعني اجي لهون. لإلي هي منطقة فيها معامل، لإلي هي منطقة اللي منشوفها أول ما طلعت الطيارة على الجبل أو على التلة. فيني خبركم لو ما كنت عارف فيها، أدبها هالقد، شعرها هالقد، مغنيين هالقد، بلدية بتشتغل، ناس طيبة، أفكار وعوايد ما عم بتموت، بيوت قديمة، بنيات أكيد لأن هي بالمدينة، بس فيني خبركم أن هيدا الضيعة رح أرجع لها أكيد وأكيد. كتير مبسوط كتير مفتخر أنا صورت اللي صورته اليوم تكل الناس تعرف أنه هالضيعة صغيرة مفعولة كتير كبير. مشوار كفرشيما بيخلص هلا، ملتقى بحلقة جديدة بضيعة جديدة من أحلى بلد بالعالم لبنان يلي ما رح يموت بحياته.